هل بتؤمن بالسحر في الكور؟ شايف ان التصريحات مثلا بتطلع في بعض الاحيان ان في سحر او اللعيبه ما حصنتش لا، نفسها او الكلام ده، هو شايف السحر، ان ده السحر موجود في بس دي القرآن، رد سريع عشان في لكن اسئله مهمه. السحر موجود في القرآن، اه لكن طبعا السحر مش هيخلي فريق يكسب ولا هيخلي فريق يخسر. تمام. وعلى فكرة عشان بس اقعد اقول لك، في وقت من الاوقات عبد الحميد حسن على قناة الاهلي اه قال لك في سحر وفي بتاع، صح؟ والله ما اعرف، ما شفتش ماشي، ولا يعني فاكر انا يعني، بقول لك يعني وارد ممكن يكون قال كده، حصل وعلى قناة ومعلم مجلة الاهلي ولو كمان، قال كده انا لا اتفق معاه. وعلى مجلة الاهلي كمان، وبالتالي انا مجلة بقول الاهلي ايه، وعلى في المانشيت كده، لكن انا بتكلم في ايه، وفي ناس بتذبح عجل. الموضوع يعني بالنسبه لي مثلا مش حته اهلي انا او زمالك، قصدي انا ايه، بسالك دلوقتي في المبدا نفسه، لا انا انت انا متفق شايف معاه؟ ان خسارة فريق ومكسب فريق، لا انا في مثلا ممكن واحد بيفرق واحد عن مراته، في واحد ممكن يخلي لعيب يمشي، ده سحر اسود، ده بيحصل في اي حتة في العالم بقول لك يا كابتن، الاعمال والسحر بقول لك الاسود. يا لكن كابتن، في الكورة، لو في الكورة، لو بمنطق السحر بقى كنا خدنا كاس عالم. انا اول مره اقعد معاك فحسيت ان انت شخص طيب جدا، انا بكلمك ما دي بصراحه، ما هم الناس انا بتعتبرني حسيت ان ايه؟ انت شخص طيب جدا. ليه دايما بيبقى الكابتن خالد الغندور اسمه مرتبط باثاره الجدل او بالتعصب؟ عشان احنا في ما هو في اهلاويه كتير وفي زملكاويه كتير، لا، بس الناس ما بتقولش عليهم ان هم بيثيروا جدل او بيعملوا الاهلي، تعصب. الاهلي من زمان، الاهلي اعلاميا كان قوي جدا، وانا بنتمي النادي، الجدل كبير ما بين الاهلي والزمالك، تمام فدايما هيصنف، يعني هقول لك حاجه، يعني انت امير، ايوه ومش انت بس، كتير خالد غندور ده بيعمل اثاره جدل وفتنه وتعصب. خلي بالك، انا مش بقول امير بيقول كده، انا انا فاهم، انا بقول لك، ما انا بعرض بقول عليك لك انا اتهام بقول لك انا بيثار. بقول لك مثلا، لكن مثلا مع كل احترام والتقدير، يعني مهندس عادل القيعي مثلا، استاذ ابراهيم منيسي مثلا، كابتن اسلام الشاطر مثلا، كابتن سيد عبد الحفيظ لما كان اعلامي، ما كان اعلامي في قناه النادي الاهلي، وبيوقف مثلا دي احداد على تحكيم للزمالك، ويعني يعني يا جماعه، يعني حطوا دايما ايه، فكره دي مش اثاره فتن، تمام ده واحد بيدافع عن ناديه وده واحد بيدافع عن ناديه، بلاش تصنيف حد بعينه تمام لانه بينتمي النادي، اكيد والناحيه الثانيه اوكي. يعني تحفه ويجننه، لا طيب عايز اسالك اسئله سريعه جدا عشان خلاص لازم اتفضل نختم، وهي اسئله بلس 90. اتفضل. اول حاجه، ايه القرار اللي انت ندمت عليه في الوقت الضايع؟ قرار ندمت، خدته في الوقت الضايع وندمت عليه، يعني في وقت خلاص لازم تاخد قرار بس طلع القرار غلط. سريعا. كان في احدى القنوات الكبرى، قناة كبيرة جدا، ورفضت ان انا اعمل فيها. والله تمام، نقدر نسمع لا نعرف لا، اسمه. مفيش. طيب ايه القرار اللي نفسك تاخده قبل فوات الامان؟ يعني ما عنديش فكرة فوات أوان، لسه طول الواحد، طول ما الواحد عايش أكيد هيتخذ قرارات صح وغلط، لكن أنا بتمنى إن شاء الله في، يعني في مستقبلي اللي جاي، إن يكون استواي الإعلامي، يعني إن ايوه أنا أحط نفسي في مكانة معينة بتمناها.